دور النهارده هو تأكيد على أول يوم بعد نجاح الثورة. قلنا إن العرب جميعا هيلتقوا بعد كده في القدس، فالمصالحة اللي حصلت ما بين فتح وحماس هي طريق خطوة من الخطوات اللي هيتحقق فيها حلم العالم العربي كله والعالم الإسلامي بالاتجاه نحو مدينة القدس. أما بالنسبة لإسرائيل فإسرائيل طبيعي هي ناس متكبرين وناس عارفين إليهم يوم مهم ويوم حاسم في تاريخ البشرية كلها بينهم وبين المسلمين، لكن هم غرورهم وصلافهم وبعدهم عن الدين وبعدهم عن اي اخلاق واي قيم انسانيه هم بيتمنوا اليوم ده ما يجيش، لكن احنا بنقول لهم ان اليوم ده قرب وان ثوره مصر هي بدايه لالتقاء العالم العربي كله والاسلامي موحد تحت مظله القدس الشريف. النهارده جايين عشان نحتفل بمرور 100 يوم على الثوره، ثوره حققت بعض النجاحات الكبيره قوي اللي ما كانش حد يتخيل في 100 يوم، في محاكمات تاريخيه للنظام السابق كله ونظام مبارك النظام المخلوع، في بعض الانجازات اللي حصلت في خلال ال 100 يوم دولت، في بعض اكبر نجاح حصل نجاح اترد عليه امبارح من خالد مشعل والمصالحه الفلسطينيه التاريخيه اللي حصلت اللي قعد 30 سنه مغيبها انها حصلت اول امبارح. مضت يوم عيد ميلاد الرئيس المخلوع يوم 4/5/2011، احتفل بعيد ميلاده في السجن بيتحاكم محاكمه مدنيه عادله مش محاكمه عسكريه في التاريخ دون بعد 83 سنه في تاريخ انشاء سجن ترى، هو عيد ميلاده بالظبط 83 يوم 83 سنه في نفس التاريخ. اسرائيل دلوقتي يعني هم يعني انا سمعت حديث لجولدا مائير حديث مسجل قالت اذا كان احنا بننتصر على العرب مش بذكائنا فهو بغباء العرب واختلافهم. طبعا اتحاد حماس وفتح ده بيوحد الجبهه الفلسطينيه وده شيء طبيعي بيحزن اسرائيل، لان اسرائيل كانت متحججه ان هي ما تفاوضش مع الفلسطينيين علشان الجبهه الفلسطينيه منقسمه، فطبعا دلوقتي الجبهه الفلسطينيه اتحدت فاسرائيل ملاش اي عذر في المفاوضات. المطالب بعد مرور يوم على الثوره محاكمه كل رموز الحزب الوطني من اول اصغر عضو في المجلس المحلي في اصغر نجع لغايه رئيس الجمهوريه حسني مبارك، دي نقطه. منع الوساطه في 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 في, في حياه الشعب المصري، فتح الكليه الحربيه وفتح كليه الشرطه للناس الفقراء في مصر حتى تدخل ابنائهم وتخرجوا حتى يحصل حراك اجتماعي في البلد، لان هموم مصر ما حدش بيشيلها غير الناس الفقيره، دي نقطه. العداله والمساواه وحريه التعليم والحريه بجميع اشكالها واصنافها. ولكنه